كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زها 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش نتموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيثمث السلام ربي فلاون السلام عليكم جميعا ورحمة الله وقيد المجلس رقم 31 من مجالس شرح جمع الجوامع لقاضي القضاة تاج الدين السبكي رحمه الله إجمثن ذي سقواس 771 للهجرة أساقين بضد الأمر قبل أن نبدو الشرح قد نفقل كيرا تمثال ثمسال ثم زوالوث ما ديني ظل الأمر أن أوردر إذا زوالي قد نفهم المعنى يس يسكو دائما الأمر يفيد الوجوب مارسين ضيون أمر يسكو دائما المعنى يس أتخضمض الشنيخ دينا النغل المعنى يس دين النظام مثلا ربي قال الجمعة شو دينا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فقيد الأمر ماشي الأمر مثفكم تظليث إلى قد تفغم تنتشون في الأرض وذي روح رفليكي وذي روح فريحة وذي روح سيع كوران وذي روح سيف سكريان وذي روح أرشرفان بهلول هل ترى هذا الواجب؟ ماشي واجب صافي غاس يسد الأمر يتسفانك سيت ان اوردر فانتشروا في الأرض ولكن المعنى يس ماشي دائما للوجوب صافي ذاك للإباحة يزمر ذاك مثفك الجمعة ويفغ ويقيم ويقال القرآن ويتظلى و خاطر لو كنا نفهم باللي الأمر للوجوب إلا قال نفغاك إلا قال نلحوه خاطر كادي قربي فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله نمس فهم صفا ثاني فانا غتزيغ الأمر كي ماشي المعنى يس دائما يفيد الوجوب لو كان داوي الآية النظم ربي ناد ذي سورة البقرة الآية 282 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يون ما يرض لوايض إلى قفي اكتب إما تكتب سفوسي ساكل الشهود إما لقد روح النوتير هذه الديكلارية شحال إما إلا استرضي ونبلا الشهود نبلا الكاغض نبلا صافي يدخل في القران لا صافي المعنى يزدقي هل ترى المعنى يس الارشاد ذا ولا السين الله غالب ثلاث الدنيا ثلاث ذر ثلاث الموت الى قد نج اون تراس قد نج دليل يا خاتي قارن بالدم نغاس تينيض وقعد غادي تسوق ازمرا تسوق إزمرا نسو لا الصوم شحال مع الوقت إي ولكن يموت خذي مرة هل ترى تدخل في القرآن؟ لا تدخل في مرة خاطر تقول ما نفهميش باللي يفيد الوجوب صافي لقد تكتبوا مثل كتاب ضرا معناه ذا واستشهدوا شاهدين من رجالكم إيه على سبيل الآية كي أمر إيلاق داويض سن إناهيان إيلاق ولكن شحال العقود يخدمني مذانا بلا غنى كان بلا اكينا داوغ الشهود السنطين الى ربي سبحان تفرع مثل ضاس وتساوي غرا اينا كان دو تيموا زوج شهود هل ترى تدخل في القران؟ لا تدخل في الظهر زرميث مثلا
دروس كاين الاصول اتصل الفائده تسعة سيسنت اغف كنت الميزان ان غالا نوزن الامور س الميزان نصح كل حاجه ذو امكانيس ولكن الى وين دليل الوجوب ربي مدينا اقيموا الصلاه هذا كي ما شاء الله ذا كي الوجوب يبان وش يقرر يعني من ميخ يعجب كان الظل لا أتزل أتزل خطر أمر بديني وآتوا الزكاة أو نسعان شروط الزكاة إلى قد يزكي أمر ذاكي يفيد الوجوب ذي رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه رمضان للوجوب باش السنه ديال رمضان السنه ما يهواك وزوم مش يهوى راه وتزوم راه لا ذاكي ماشي للإباحة نغلي الندبي نغلي الإرشادي خطي أمر للوجوب معنى ثمسة تقات نسقر ذي شاس تقيت مثلا والمصنف رحمه الله يخدم غد مدخل لغوي مهم جدا ولكن لا نفصل فيه أن نروح المعاني يجي من الأمر فنذكرها بشيء من التفصيل ذا غلال وغف الوايض إما رد في كذا الأمر هل المعنى ستخدم شحال ما تخدم تيوت انتكلت ذاين نغلق الساعة وضع ربي مدينة أقيم الصلاة إزمالي ولكن إيه أطبق الأمر يوت انتكلت أظل يوت انتظليت بركين تسعود غير مشو تظليت مشي دايما أظل غير نواس هل يفيد هذا الأمر العدد؟ هل يفيد التكرار يعني تكرار؟ نغ مرة واحدة تجزي. إلا ذا وغف الوايض ذا شوث الزمن. هل الأمر إذا أفاد الوجوب متى ينفذ؟ الآن فورا أو بالتراخي؟ إذا كنت تبقى كان تورا نفس تساوي لي ربي دينا أقيم الصلاة هل ترى تظل مثل فغض السنة كان تظل تسيدت ولكن من مي يعجب كاش نهار هكا دافع ماني و انا غزل كان دي الشتوى انا غزل كان تقول نفذو نفذو يسال دي الظل مش الشتوى الشتوى هذا سميض انا غير الان تريت ميديو الان تريت واحد الزلط سين ضربي كي وقع الصغار هذا الظل ماشي ثورة 71 72 سنة دوا الانتريت الطبقة الأوامر الظل إذن هل يفيد الفور ليكزيكسيون اسكو ثورة كان بالتراخي من الميث فغيض فوض نفتتها شغلة موتور أتنخدم بياس دي طاشي باش نفهم في مثال ماشي كان كبيبري خنا ونداري مثلا كنا حرز ربي فموسني تسكد ثفاف ما ولاش تموسني أبيبري ذي أبي بريكي ذا غير وين كل شيء أبي بري مفهوم إن ذا ربي طف إن ذا نبي صلى الله عليه وسلم طف خات أصلا نروح السلعة يوث يوث في مسألة كنت سيال سيقا ذاكي أرنس قردش أرساكي مع المجلس رقم 31 من مجالس شرح جمع الجوامع ذا شو دينا المصنف إن الأمر أمر أكيد كيف ذا ثلاث الحروف أمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل ذا حدث البول حقيقة في القول المخصوص باقتضاء الطلب يعني طلب الفعل معنتها للامتثال الأمر ذي الأصل ينس يقتضي الطلب ما تفكر أن نوردر أمر السنظ قيم
كر روح سوسم أهضر سو أمر يقتضي الطلب حقيقة امتثال للأمر معنى ذلك الدلالة حقيقية ولكن هذا مجاز في الفعل شو المعنى ليس مردين ربي سبحانه وشاورهم في الأمر شو المعنى ليس ذلك الأمر المعنى ليس الشأن يفرق سي المعنى يكو نفرق سي المعنى ني وشا ربنا يسين في عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر المعنى ليس في الشأن شاور الصحابة ذي الشأن من الشؤون ماشي المعنى ليس ميث فغيضة في كذا نوردر أمر شوريثن ماشي وقيل المعنى ليس المعنى ليس ذي مجاز في الفعل شوريثن ذي الأمر الأمر يعني ذي الشأن مثلا يثد درث يون مثلا قرون تدرث نغل كوميتي يعني تجمع ثنت الدرث أسنتينيض وشاورهم في الأمر شيور في مزداغ انت الدرث ذي الأمر نون ذي الأمر نون ماشي ذي اللي زار درا لا ذي شغل نون المعنيس ذي شغل نون يا خاكا تبغى ما تخدم من أمان ذي الأمر تريسيتي أتزيز ذي مثالا أتخدم مفريد أتخدم ثيويزي ذي الأمر لا ذي الشان ذي الفعل تخدم ثيويزي إلى آخره المعنى يس ماشي من سلا كلمة الأمر المعنى يقتضي الطلب لا ذاك الأمر معنى الشأن وشاورهم في الأمر وقيل للقدر المشترك وقيل مشترك بينهما يعني مشترك بين الاستعمال الحقيقي والمجازي هذا مدخل لغوي لا نطيل فيه قيل وبين الشيء والشأن والصفة إما يكون يعني الأمر كي أثن في ثلما استير الشيء ما سيضي ونخدم حاجة والشأن ثم الشور ذي كيشا نخذ الصفة وحده يعني المقصود كي حده الاصطلاحي خطر إلى دائما ذي اللغة العربية إلا المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي مثلا أمشي سقرني ثقي استعرفت المرفق المرفق مرنغ اللوفو أني ورن السري فسنغ ما شاء الله إلى المرافق الوقت المرفق صفيون وري السير ذري فسن سلام مادة ما شاء الله سيتسيس ثقي الكتف وري حبسارة كندا ثلاثة مزورة ذاقي كان من بعد سيمي ثلاثة ثقال من بعد سنزرن بعد وذ من بعد إلى المرافقي وكيدي الوضوء ثقي قرصة الأعضاء القرآنية إذي التيمم أرذاقي ذا الفرض أرذاقي السنة هاثاني فدل أرذاقي ذا الفرض أرذاقي السنة المرفق السنة ولكن ذي الفقه ذي اللغة ذي المعنى الاصطلاحي مرض يض حقوق الارتفاق المرفقة قلت تكين فلاس ها تكار فلاس تكار فلاس دمند المعنى اللغوي سفغ نسد المعاني الاصطلاحية مردينين حقوق الارتفاق ذا شو المعنى يس مثلا ذا فريف خويا الحاج يسعى خيال خيال ينس خويا الحاج النظام ويسعى على فريد مش عارف يفرق سبيل ذا مقران ولاش صافي ثمورثيس سمانس الارض المحصوره تسداكي ثمورثي خويا الحاج تسداكي افريد ثنديهين بيري عندي سكا دي فرفر خاطي يحوج الارتفاق أذي ثكي فش واش في عيونا الدي سافريد صافا فريد يتسمى حقوق الارتفاق
هذا عندي تريسيتي هذا عندي فايلك هذا خدمنا بوطو دكايلك باش وكثا دارت تضوي وين يفهمن باللي ان كم خويا الحاج الله يبارك يفهم باللي امذان حوايجنا الارتفاق حوايجنا الغاز سيني عديث هذا سنفعناك ذاك يا ليه وذاك يا ربي ثاني فهميت يعدي جيس نعدي ساعة خدمنا فريد حقوق الارتفاق يجيس ساعة دم الغاز حقوق الارتفاق عدلك فيلسة معناتها لو كان ماشي ذنتسا اسمف كان أهل ديال عدين ديال ثكين ذي المحال هذا السنفع لا ستريسيتي ولا سوامان ولا سلقاس نمس فهم المعنى اللغوي نفغد يس نجفد سيس المعنى المعنى الاصطلاحية فنقول المرفق مرافق كما في الوضوء وبعدين ذي المعنى الاصطلاحية منها حقوق الارتفاق وتسجد العلاقة جلان بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية وذي المعاني اللغوية لا بد أن نرجع إلى المعاجم قيل وبين الشيء والشأن والصفة وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفة طبعا عمق كبير في تاج في كتاب جمع الجوامع عمق كبير جدا خطر ما دين كفة كفة عن الكلام معناه دع معناه اترك فإذا ترك هو لم يفعل مارس نظيون سوسم السوسم مارس نظنطق إذن الفعل أد ينطق مارس نسوسم ماذا شو يخدم واك الحقيقة ترك الكلام ترك الكلام كأنك تقول كف عن الكلام معناه جاء الأمر ولكن في معناه بصيغة اترك دع وهذا الذي أراده المصنف تاج الدين السبكي رحمه الله ثم قال ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء ربنا حينما يأمرنا بالطاعة بطاعة من الطاعات فهو من علو ربي سبحانه يأمر كي قول ربي سبحانه أقيموا الصلاة ما عليه اللي ينسو في الليل وذوك السالس ودا اسكو لقدير الشرطة قيل خاطي خطر في كوال ذا مشطوحة اليوم قرآن مشطوحة سيني بفاس خدميد كذا وكذا وقي أمر ما ماشي أمر أمر أفافا خدمي كذا وكذا أنوي ذا مقرآن بفاس ذا مقرآن صدر الأمر من شخص لا علو ولا هو الاستعلاء ولكن إذا صدر الأمر من الله جل جلاله ذا كيف العلو ربي دينا مثلا أقيموا الصلاة أمر من رب العزة جل جلاله إلى عباده كذلك إذا جاء الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يأمرنا بأمر ولا استعلاء ولا استعلاء ذاك ممكن يكون مثلا عنده إما نيابة أصلية خاصة ولاية أصلية خاصة كولاية الأب على أولاده فذث أكسر راوز صاحب الولاية هي ولاية خاصة ولكن ولاية أصلية
لم تستمد من غيره بحكم الأصالة ذفافس نغمرد يسمن المعلم لتلميذه إذا ما سيفك الأمر سيخدمك لا إلى آخره أو من مسؤول لموظفيه للموظفين تجي كاين وجه الاستعلاء وممكن يكون بالتفويض أليس كذلك؟ هذه كل هذا مدخل لغوي دقيق عميق جدا نتجاوز بعض التفاصيل وندخل في المسألة مسألة القائلون بالنفسي اختلفوا هل للأمر صيغة تخصه ذكي الأشاعرة هذا مبحث قوي جدا كما قلت لكم سادتي وأشكركم على كرم الإصغاء هذا هو النموذج الذي نريد في جميع حلقاتنا العلمية الانتباه المطلق هذه علوم عميقة جدا تحتاج إلى حضور القلب وحضور العقل باش يكون عندنا الموازين التي بها نزن الأمور إلى الخلاف بين الأشاعرة الخلاف بين المعتزلة إلى خلاف بين العلماء حتى من ناحية العقدية هذه أيضا مسائل أتجاوزها سيأتي بيانها في الوقت المناسب ولكن الذي يهمنا الآن ما قاله بعد ذلك قال يختلف هل الأمر صيغة تخصه الأمر هل ترى عنده صيغة معينة تخصه أم لا دقي وكذلك والنهي عن الشيخ وطبعا قلت لكم أحيانا يستخدم الرمز قوله عن الشيخ المقصود هنا هو أبو الحسن الأشعري عنده مفاتيح لا يمكن أن يفهم هذا المصنف على وجه الإطلاق إلا باستيعاب رموزه أحيانا يقول كالإمام أنا ماذا المقصود أحيانا يقول الشيخ هو أبو الحسن الأشعري أحيانا يقول الشيخ الإمام يعني يستخدم بعض الرموز شرحناها فيما سبق ولكن اليوم كلمة الشيخ أول مرة تريد في هذا المصنف المقصود بها هنا هو قال الشيخ المقصود هنا أبو الحسن الأشعري هل الأمر عنده صيغة تخصه أم لا مثلا ربنا حينما قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهمنا جميعا أن هذه الصيغة تفيد الأمر وتفيد الوجوب ليس كذلك ولا تفيد الندبة ولا الإباحة ولا الإكرام ولا الإرشاد تفيد الوجوب قطعا هذه صيغة من الصيغ قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام هاي صيغة أخرى كتب معنى تفيد الأمر أيضا أليس كذلك تفيد الوجوب قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما في سورة البقرة في الآية 110 والآية 43 من سورة البقرة والآية 110 من سورة البقرة أقيموا الصلاة وكاين صيغ أخرى سيأتي بيانها بعد حين ولا لازم يكون بصيغة إفعل وبعدين والنفي عن الشيخ فقيل للوقف وقيل الاشتراك والخلاف في صيغة إفعل وتريد الوجوب صيغة إفعل هنا درك نذكروا المعاني نفتح قوس مهم جدا لا يمكن أن نستوعب المسائل الأصولية إلا بالرجوع إلى اللغة العربية وإلى معاجمها حدثناكم سابقا عن بعض المعاجم حدثناكم
عن معجم العين، وهو أول معجم ظهر في اللغة. لمن هذا المعجم؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي. وقد اعتمد الترتيب الألفبائي أم الأبجدي أم الصوتي؟ شكرا لكم، 10/10. اعتمد الترتيب الصوتي. طيب، هنا وذكرنا معجم لسان العرب والمحكم تاع ابن سينا وغيرهم، لابد أن نعود للغة العربية. اسمحوا لي، أول من قال لنا رجعوا العربية هو صاحب هذا الكتاب، اللي هو الرسالة. لمن صاحب هذا الكتاب؟ للإمام الشافعي. إذا تحدثنا عن الأصول وذكرنا كلمة الرسالة، فالمعنى ينصرف مباشرة إلى الرسالة للإمام الشافعي. وإذا تحدثنا عن الفقه المالكي وذكرنا كلمة الرسالة، أين ينصرف المعنى؟ إلى مالك الصغير، اللي هو ابن أبي زيد القيرواني. وإذا ذكرنا الكتاب مطلقا، إلى أين ينصرف المعنى؟ إلى القرآن الكريم، لقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وإذا تحدثنا عن اللغة وذكرنا الكتاب، ينصرف المعنى إلى هذا سيبويه، سنعود إليه. صاحب هذا الكتاب الرسالة، وهو أول كتاب ظهر في علم الأصول، واش يقول لك الشافعي؟ لازم ترجعوا إلى اللغة العربية باش تقدروا تفهموا النصوص الشرعية، باش تستعينون بالمعاني اللغة ودلالات اللغة لفهم القرآن والسنة، وإلا لن تفهموا. يلا نروحوا الآن، نروحوا الكتب، كتب اللغة. على سبيل المثال نرفدوا مثلا كتاب سيبويه، هذا راه يقول الأمر لا يفيد الوجوب على الإطلاق، يخرج إلى معاني أخرى مجازية وإلى معاني كثيرة سيأتي بيانها بعد حين. وهذا ابن جني عنده كتاب اسمه الخصائص، هذه مراجع. قلت لكم سادتي لا يمكن أن نفهم فنا من الفنون إلا بالرجوع إلى سدناته. كليون سفلح فيس نكويت وانا هضر ثق فايليث نيران دي لقان وغالا القفايل سيمغاران سيمغارين سيرتو قادي الساعة نيو سنتم سلايث سينا كان يقلان وينا نظل السورس وينا ذل منبع مث نوضاض في القفايليث تصفضر غورس هذا يغال نسيد مرجع، هذا يغال الله ريفيرونس، انسى خاطر يسنيت مليح. وفي اللغة العربية أيضا نعود إلى أهلها، إلى المختصين فيها، المختصين فيها. وكذلك ديم قرانا أتيت ببعضهم وسنأتي بالبعض الآخر في المجالس القادمة إن شاء الله وقدر. يأتي هذا ابن سينا، طبعا ما قدرش نجيب المجلدات كلها، لازم لي تراكتور باش نجيبوها نحطوها كاع هنا باش تشوفوها. هنا عمي كي تقول ابن سينا المحكم والمحيط الاعظم، وكي مجلد من المجلدات، هذا صاحب، هذا من الناس اللي داروا نظام التقاليب
وكان هذا هو الواجب المنزلي. شكرا أخ لطفي على أدائك لهذا الواجب المنزلي. ثوالا ما يثمثن أي نعنان الترتيب الأبجدي أم شيخ تديبوي أبجد هوز حطي كلامون صفص قرشت في قادة مجموعة 22 حرفا. وبعدين العرب رندوا مقان الروادف المي وظن تما كان سيدي شرح يمثنا الأخ لطفي. فمسلت النظام نظام التقاليب سوي قاسي العلماء غادي يهضر الفلاس هو صاحب هذا اللي هو ابن سيدا مثلا في الصفحة 330 وما بعدها هذا الكتاب هذا من الكتب العظيمة جدا في اللغة العربية. يخدم نظام التقاليب مثلا العين والجيم والنون في قال دي غرك ني الاخ لطفي يخدم كل احتمالات لي بروبابيليتي للناد اذا كان اللفظ يعني ثنائي مثلا قد دقه سي كان وجهان اما الى ثلاثي شحال لك ساعه ستة إما إلى رباعي 24 إما إلى خماسي 120 هذا من عظمة اللغة العربية. ركزوا معي مليح. الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب معجم العين اللي اعتمد الترتيب الصوتي كما سمعتوا إحصاء اللغة العربية بالنسبة إليه هذه خدمة كل الاحتمالات كما فعل مثلا ابن سينا. تبعوا معايا في الصفحة 330 وما بعدها يبيد العين والجيم والنون ثلاث حروف عين جيم نون بعدين مقلوبه عانج معناه جذب وكلما هذه خدمه كل هذه يبدل الحروف عين جيم نون اكيد لا انسى شو عين جيم نون معناتها عجنة وقيفان معجون المقلوب ينس يقال الند عانجا عانجا احتمال ويسين معنى جذابه نغنى عاجا في سوسادس نعجا نغنى جاعا مقلوبه نجاعا ادويه كل الاحتمالات الممكنه. هذا الذي فعله أو أراد أن يفعله الخليل لماذا بغيته هو إحصاء لغة العرب ولكنه لا يقدر على ذلك. وحينما سئل الشافعي قال كلاما خلده التاريخ قال اللغة العربية لا يحصيها إلا نبي. أنا عميه وراك رايح مهما كان علمك نعترف به الخليل على الرأس والعين وعندك طموح وهو طموح المشروع يفغى تعرفك تدياوي يوك الاحتمالات الواردة. الشافعي الله يرضى عليه وإن ياس اللغة العربية لا يحصيها إلا نبي. ابن سيدا يخدم ذي المعجم المحيط الأعظم طبعا هذه المعاجم اللي يقراها ستتسع مداركه في اللغة العربية بشكل كبير جدا ويكتسب ثروة لغوية بها يمتلك القدرة على الاحتواء يحتوي كل شيء حتى بما ما استحدثه الإنسان وما استجد في هذا الزمان من ألوان من المخترعات في عالم التكنولوجيا وفي غيرها. خطر ما إلا يسن يخدم كل طرق هكي يزمر استعرف يحتوي أي ما يزمر على كل حال لأنه دائما ربي قال وما أوتيتم من علم إلا قليلا.
الآن والخلاف في صيغة إفعل، نعود إلى المصنف. وترد الوجوب كقوله تعالى أقيموا الصلاة سورة البقرة الآية 43، ها هو المعنى الأول. إلى المعنى الثاني والندب كقوله تعالى مثلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، تجد سورة النور الآية 33. هل الأمر هنا للوجوب؟ لا، الأمر هنا يفيد الندب لا يفيد الوجوب. والإباحة، الإباحة كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل كي نكملوا صلاة الجمعة لو كان فهموا باللي الأمر هنا يفيد الوجوب معنى كي نكملوا صلاة الجمعة لازم ننصرف وأنا نتفرقوا في الأرض، ولكن لا، لا يمكن. المقصود بذلك الإباحة، كلوا من الطيبات كما في سورة المؤمنون الآية 50 أيضا، ما هوش الوجوب بل حتى ما هوش الندب، إنما الإباحة مع أن تيجوز هذا مكان دايا حكمه حكم الإباحة. وقيل المعنى الثالث. إلى المعنى الرابع والتهديد، أنا عميه هلا ممكن الأمر يفيد التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم في سورة فصلت الآية 40، اعملوا ما شئتم، هل يفيد الندب نغل وجوم الإباحة؟ يفيد التهديد صافي حسب السياق. إلا قنزرة امشي ديوسا وازم تكون عقولنا مستعدة لاستيعاب المعنى المراد، اعملوا ما شئتم معنى التهديد. إلى المعنى وايض والإرشاد، ربي سبحانه قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الآية 282 من سورة البقرة، بل حتى في أول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه أمر. هل يفيد الوجوب؟ لا لا، الإرشاد. ما يقول ربي سبحانه كي ديروا قرض ولا ديروا عقود ولا ديروا شهود إرشادا ماشي أمرا، ما لا يفيد الوجوب، ما هوش على سبيل الوجوب، للإرشاد. خاطر لو كنقولوا للوجوب معناه نحكم ببطلان الكثير من التصرفات والعقود معناتها، ولكن كون ينظر باللي ينذر لي وايض بلا الشهود، لا الشهود لا الكاغط لا والو. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لم يكتب. إذن هنا المقصود به، هنا به المقصود هو الإرشاد. إذن ممكن المعنى هو الإرشاد كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هل المراد بالأمر هنا الوجوب؟ لا، المراد بالأمر هنا الإرشاد والتوجيه. ممكن فيه معنى آخر وإرادة الامتثال. مثلا يجي واحد ما قدرش يمشي يقول لك خذ بيدي طفي سقفوس، يعني ولكن ماشي بالسيف، أرجو أنه أستفض فوسيس باش هذه الحونة باش تعاونونا. ممكن الإذن، المراد بالأمر هو الإذن. يلا يجي واحد يطرق الباب كي تقول له ادخل ممكن ما يدخلش. ما معنى ماذا فهمتم؟ معناه أذنت لك بالدخول، صح؟ أذنت لك بالدخول، ماشي كي تقول له ادخل ممكن يقول لك ما ندخلش ها ورجع. ما تقولوش الأمر الوجوب، يقول لك لا لا، قولك ادخل معنى أذنت لي بالدخول، أوتوريزي يعني عندك رخصة وعندك الإذن بالدخول. كي تقولوا مثلا، وكذلك المعنى واحد آخر والتأديب، ممكن يأتي بمعنى الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول
يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذا كان واحد ما كلاش مما يليه القصعة هكذا، هو راح يأكل من الجهة الأخرى، بلك شاف لحمة كبيرة ولا شاف ثاقية ولا يروح يجبدها. واش دار هنا؟ ما تقولوش قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك فهذا واجب. لا لا، يقول لك انا عيني شافت بلاصه هذيك ورحت ليها. هذا من الادب، من الادب. نكمل بعد الاذان ان شاء الله. المعنى رقم 8 والتاديب كقول النبي عليه الصلاه والسلام وكل مما يليك، هذا لا يفيد الوجوب، يفيد التاديب الادب. طبعا ما دين الادب مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ اذا يؤدبنا باش يوم المرايج لكن قارن شي لحقيت قنطيطي ولا قراي يوم فوسي سيتسمغ في كل مكان. لا هذيش كان زدات هكاك شبح تقيل الادب. وقال المعنى وسط 8، المعنى وسط 9 والانذار. وقال المعنى وسط 9 للامر كقوله سبحانه وتعالى قل تمتعوا فان مصيركم الى النار، سوره ابراهيم الايه 30. كي قال ربي تمتعوا، هل الوجوب للإنذار يكون يتراجون أو يقال كذا؟ وقيل المعنى وسط 9، المعنى وسط 10 والامتنان كقول الله عز وجل كلوا مما رزقكم الله، صوت الأنعام الآية 142. ذا قيل الامتنان إلى المعنى والإكرام. ادخلوها بسلام، بسلام آمنين، الحجر 46. وكذلك في أواخر الزمر الآية 75. والتسخير بمعنى التذليل والتكوين كقوله تعالى كن فيكون في سورة أو ياسين 83 أو العمران 47. كن فيكون سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والتعجيز وقيل معنى رقم 13 فأتوا بصورة من مثله. خير رب سبحانه عز وجل تحدى كل العرب فرسان البلاغة عمالقة البيان، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ذاك ربي سبحانه في سورة يونس الآية 38 فأتوا، أمر فأتوا بصورة من مثله. ما المراد به؟ هو التعجيز. رقم واحد آخر، رقم 14، المعنى رقم 14 والإهانة. وقال رقم 14 ذق، أمر إنك أنت العزيز الكريم، سورة الدخان الآية 49. 15 والتسوية، المعنى ويس 15 فاصبروا أو لا تصبروا. هل يفيد ذلك الأمر الوجوب؟ لا وجوب لا ندب لا إباحة، لا هو التسوية. سورة الطور الآية 16 أو لا تستغفر لهم، سورة التوبة الآية 8. والدعاء عنده معنى رقم 16، الدعاء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، سورة الأعراف الآية 89. كل الآيات نتاع الدعاء، رب مثلا اهدنا الصراط المستقيم، ثبت أقدامنا إلى آخره، هذه أوامر ولكن معنى تاعها الدعاء، معنى نتاعها الدعاء. صدرت من عبد إلى ربه، تقول اهدنا ثبت أقدامنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا وقوم كافرين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، هذه كلها المقصود بها الدعاء. المعنوي 17 والتمني مما يذكر العلماء هنا بيت امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح إلى آخره. هل هنا المقصود بذلك أمر؟ لا يقدر،
ما يقدر، لانه ما يقدرش يقولوا يا الليل انجالي ماهوش في يدهم، السيض ايض كفو ايض حفز ادفر ثفاث وزميض ماشي كفو سيج يض هذه قيم ذيض ما دي شرق الصباح والسلام. ولكن عبد السيرين من المريك كفو يض وكذا يتمنى ذا السير مكان ذايا يوم تقرا حيت تغمس تيس وراني خم في سوله وراني ذا كل ثم ثم معناتها تغمس تقريحث. ولكن السير مضى ديك فويض اي غرى باش تواضع صباح الطبيب سادونتيست هذا ما كان. والاحتقار كما في سوره يونس الايه 80 القوا ما انتم ملقون انعام القوا. تعرفوا قصه موسى عليه السلام اوك مع السحره. والخبر معنى الخبر كقوله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. خطر يقول ما يكس الحياه يخمش الفم الحياه زنت ساتي الطمانه باش بنادم ذي الحو مسقم مستقيم. والانعام ربي سبحانه ينعم كي قال ربي سبحانه كلوا من طيبات ما رزقناكم سوره البقره الايه 172 فقال الانعام كلوا مقصود بها الانعام مقصود بها الانعام نعم. والتفويض فاقض ما انت قاض. السحره سحره فرعون النيل اللي جابهم باش يواجهوا موسى وتعرفوا الحكايه القصه حينما ادركوا بان هذا رسول ما استعرفوش بفرعون اللي كان يقول لهم انا ربكم الاعلى كان هددهم كثيرا سورة طه الايه 72 واش قال لهم واش قالوا له فاقض ما انت قاض. والتفويض 23 والتعجب انظر كيف ضربوا لك الامثال سوره الاسراء 48 ده المقصود التعجب تعجب ولي ما سيضيون ولا ضيف الحاجه شويه كان ولي كان ولي كان معناتها تتعجب باش تدخل الخدمه يا كي ولي كان تلقي الخدمه تلقي كرزه تلقي فلاح ولي كان ما سيض ولي كان مع شي ان اوردر باش هذه ولي باش السيض باللي تتعجب العوجه كاي غر نغمة ذاين الهان كيكون ذا امر جامد تقول ولي كان شوف برك شوف برك الله يبارك خزر برك بسم الله ما شاء الله. والتكذيب هذا معنى اخر 25 قل فاتوا بالتوراة واتلوها ان كنتم صادقين. هنا العمران اي 93 هذه الآية جاءت للتكذيب لإظهار كذبهم هذا هو المقصود وكيل المعنى هذا هو المعنى من خلال السياق. المشورة 25 لا 23 لا 24 الآن وصلنا رقم 24 المشورة رقم 24 كي قال ربي في سورة الصفات فانظر ماذا ترى يا أخي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كي قال له سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل فانظر ماذا ترى ولا غذي المنام كزلو أشوف ولا كي قالوا فانظر ماذا ترى هل هنا المقصود الأمر؟ لا يشاور فيه في تشاور سيقرا مي ولا غدير منها ما كزلو تشوف ولا تشوف الراي المقصود هنا المشوره. ولكن سيدنا اسماعيل واش قال باباه؟ يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يعني يا سبب فخدميني كي دوس عند الامر يدفض ان شاء الله تبقى لي صبرا. المعنى رقم 25 والاعتبار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر سورة الأنعام الآية 99. إذا الأمر في اللغة العربية عنده 25 معنى وكاين أكثر. هناك من العلماء اللي قال لك لا 16 صاحب الورقات مثلا شكون هو صاحب الورقات؟ الإمام الجويني أبي المعالي واش يقول في الصفحة 119 وما بعدها ذكر جملة من المعاني عفوا
حبيت نبدا قبل بالمنهاج الوصول لقاضي القضاة، منهاج صاحب منهاج الأصول، الوصول إلى علم الأصول لقاضي القضاة الإمام البيضاوي صاحب هذا الكتاب. واش قال في الصفحة 92 وما بعدها؟ قال في الأوامر والنواهي، كيوصل الصفحة 94 في لفظ الأمر في صيغته، واش قال؟ ترد لستة عشر معنى. هنا الإمام البيضاوي قال لك الأمر يسعى 16 معنى، 16 ذاكي كتاب جمع الجوامع يبيض 25 معنى، خاطر نديروا في بالنا بلي كتاب جمع الجوامع هو خلاصة 100 كتاب في علم الأصول. صاحب الورقات أشار إلى هذه المعاني، زيد صاحب الورقات أشار، اللي هو الإمام الجويني، أشار إلى الأمر، هل يفيد التكرار؟ هل يفيد الفورية؟ يقول الأمر حينما ينزل، هل لازم نديره فورا كقوله تعالى أقيموا الصلاة، ولا ممكن على التراخي ضرب أذن العشاء ممكن ما نصليوش الآن عادي يجوز نأخرها بعد ربع ساعة 20 دقيقة نصف ساعة ساعة ساعتين عادي يجوز. والصيام كي قال ربي سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هل ممكن غدوة مثلا رمضان غدوة أول يوم رمضان نقول له احنا شهدنا الشهر نصوم يا ربي ولكن ماشي غدوة، هكذا بعد يومين ثلاث ايام ان شاء الله نبدا رمضان انفذوا رمضان بعد يومين ثلاث ايام؟ لا، هنا يفيد الفور ليس كذلك. زيد ربي سبحانه كي قال اقيموا الصلاه، هل المراد بالامر هل يفيد التكرار ام لا يفيد التكرار؟ مره واحده تجزي وتصبح الذمم بريئه. هذه مسائل وغيرها اشار اليها الامام الجويني في هذا الكتاب القيم. الآن سمعنا إلى وشرحنا معاني الأمر 25 معنى، ولكن ما هو موقف علماء الأصول من ذلك؟ ذلك ما سنشرحه إن شاء الله وقدر في المجلس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.